وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان. برحب بك دكتور. أهلا وسهلا. دكتور عبد الخالق، بنتحدث عن مدينة جديدة هي إحدى ثمار التنمية الاقتصادية في مصر وخطة الدولة الطموحة واستراتيجيتها. ما الذي تضيفه مدينة المنصورة الجديدة ومثلها من المدن الذكية، مدن الجيل الرابع للاقتصاد القومي المصري وأيضا للمواطن المصري الذي يأتي في أولويات اهتمام الدولة؟ طبعا هي مدينة المنصورة الجديدة جزء من المخطط الأكبر اللي هو المخطط الاستراتيجي القومي اللي بيكون من عدد من المدن الجديدة. توزيع المدن الجديدة في المخطط القومي بيرتبط باحتياج كل إقليم، بمعنى إن إحنا مثلا لو إحنا بنتكلم على المنصورة الجديدة ده إقليم الدلتا. إقليم الدلتا فيه مشاكل وفيه احتياجات، من ضمن احتياجاته ان مفيش مساحات للامتداد العمراني للمدن، لان المدن كلها محاطه بالاراضي الزراعيه، وبالتالي فرص الامتداد هتكون صعبه الا هتكون على حساب الارض الزراعيه اللي هي تعتبر ثروه قوميه، وبالتالي هو الحل ايجاد مساحات جديده لاستيعاب زياده السكاني. انما هو الحقيقه مش هو ده بس الهدف، لان مفيش مدينه بتقوم على السكن بس، لان هي لو اتعملت مدينه سكنيه فقط هتبقى بنسميها مدن نوم. السكان بيرجعوا للمدينه انما بيشتغلوا في مكان خارج المدينه. انما هو الهدف هو توفير فرص عمل وانشطه اقتصاديه. فمدينه المنصوره واحده من المدن اللي فيها في مخططها المقترح حوالي 20% من مساحة المدينة أنشطة خدمية وصناعية بتخدم مدينة المنصورة والأهم المدن الدلتا، يعني أو تخدم محافظة الدلتا. وجات على رأس الأنشطة دي الخدمات الإقليمية اللي هي جامعة المنصورة، وفي أيضا جامعة أخرى يعني متخمة أو قريبة من جامعة المنصورة، وبالتالي يبقى كده عندنا مجمع تعليمي كبير صعب ان هو يتوفر في مدن الدلتا، لان مدن الدلتا ما فيهاش اراضي. نعم دكتور عبد الخالق، يعني فيما يتعلق بمدن الدلتا تحديدا، انتهى منذ ايام قليله مؤتمر المناخ في مصر، وبالتاكيد مصر من الدول التي تحاول التكيف مع تداعيات التغيرات المناخيه. نتحدث عن مدينه جديده ب يعني مواصفات قياسيه تحقق مفهوم التكيف، كيف نرى ذلك في المنصوره الجديده؟ في المنصورة فيها عدة أبعاد بتراعي ده. رقم واحد إن هي مدينة بتراعي التغيرات المناخية الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه البحر. طبعا الارتفاع منسوب مياه البحر ظاهرة عالمية بتأثر فيها مصر أيضا، ونتيجة وقوع مدينة المنصورة في على ساحل البحر المتوسط، وبالتالي لازم إن احنا بنعمل خط دفاع للمدينة بيحميها من ارتفاع منسوب مياه البحر، وده اتعمل بتنفيذ كورنيش البحر على منسوب متدرج من 1 لـ 2 متر بيمثل خط الدفاع للمدينه. الجزء الثاني لو احنا بنتكلم عن المدن المستدامه، ودي احد المبادئ الرئيسيه اللي اتبنت عليها او اللي تم تنميه مدينه المنصوره الجديده على اساسها، ان هي تكون مدينه خضراء بتوفر مناطق خضراء وترفيهيه سواء لسكان مدينه المنصوره او المدن اللي حواليها، مدينه بتشجع حركه المشاه والدراجات. ففي عندنا حوالي اكثر من 12 كيلو متر حارات للدراجات وللمشاه. مدينه هيكون فيها هو مش هيكون فيها هو اوريدي فيها نقل جماعي، شبكه نقل جماعي، فعملنا المرحله الاولى اوتوبيسات نقل جماعي داخل المنصوره، والمرحله الثانيه هتبقى في اوتوبيسات بتربط مدينه المنصوره الجديده بالمدن المحيطة وخاصة مدينة المنصورة القائمة. أيضا موضوع المية، وده موضوع مهم لأن أي تنمية جديدة بتتطلب استهلاكات مية، فتعمل أكبر محطة لتحلية مياه البحر في الدلتا. هتغذي المدينة دي بالإضافة إلى الاعتماد أيضا على محطة للمياه الجوفية. فكل الأبعاد دي نقدر نقول إن هي أبعاد بتحقق في النهاية الاستدامة. نعم، وهي متوفرة في هذه المدينة الجديدة وتتماشى بالتأكيد مع استراتيجية الدولة وخططها. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، شكرا لك.